رأيك في هذا الفيديو رح نحكي عن كيف ممكن نخلي التعليم عن بعد يصير سريع. بهيدا الفيديو عنفات رح نحكي شوية تقنيات مبسطة تنقدر نوصل لأكبر شريحة ممكن من العالم، ونفسر لكم كيف نقدر بمصاري قليل نقدر نسرع التعليم عن بعد بلا ما نكلف الدولة انترنت زيادة من برا. قبل ما نبلش بالريبورتاج خلوني اشرحكم الفكرة بشكل سريع. تخيلوا مثلا انا ببيع اغراض، تنقول مثلا انا ببيع هودا الاقلام اللي هون، انتو حابين تشتروا مني هيدا القلم، انا ساكن بصيدا، انتو مثلا ساكنين بعكار او بطرابلس، اذا بدكم تجوا لعندي رح تاخذ معكم وقت كتير طويل، رح تحطوا كتير بنزين على الطريق ورح تحطوا 4-5 ساعات لتوصلوا. بينما اذا انا عندي رح اقول وكيل لإلي بعكار، دونك انا شو بعمل؟ بعمل مشوار واحد بعطيه 20 قلم لهيدا الوكيل، وهو كل ما بدكم انتو بتاخذوا هيدا القلم بتروحوا عند الوكيل. دونك بهيدي الطريقة قريب القلم لعندكم اكثر. نفس الشيء رح نعمله بالاي ليرنينج اللي عم نفكر فيه. بدل ما التلميذ يحضر 6 ساعات كل يوم اونلاين كورسز ويفتح فيديو كول مع الاساتذه، ليش ما نحن بنصور الكول فيديو وبنحطه حد التلميذ؟ كيف؟ بكاش سيرفر، كلنا مشتركين انترنت، يا بتبع الحي او باي دي ام باوجيرو، ما بدي اعمل دعايات للشركات بس انه بالمطلق كلنا مشتركين باي اس بي بنوثق فيها اتليست. ثلاث ارباعهم عندهم كاش سيرفرز اذا مش كلهم. الفكره انه اذا انا على هيدا الكاش سيرفر بعطي محل للمدرسه انها تحط الكونتنت تبعها بتقدر توصل له لليوزر بشكل اسرع، وهيك ما بنكون طلعنا برات لبنان، وكمان بنقدر نتفاوض مع الاي اس بيز انه يمكن هيدا الترافيك بحد ذاته ما ينحسب بالديلي ليمت. هنا ما بحبوا يستعملوا كلمه ديلي ليمت، بيقولوا لها فير يوزج بوليسي. شو هي الفير يوزج بوليسي؟ الفير يوزج بوليسي هي وقت انتو تستعملوا انترنت مثلا اذا هي انليمتد، بيقولوا لكم اذا استعملتوا 3 جيجا تنقول بنهاركم السبيد يلي اخذينها بتصير ديفايدد باي 2، يعني اذا اخذين 4 ميجا اذا انتو استعملتوا 3 جيجا بهذا النهار صرفتون بتصير 2 ميجا، رجعتوا صرفتوا 3 بتصير ميجا اتسترا. تنرجع لموضوعنا، خلينا نشوف بهيدا الريبورتاج تفاصيل اكثر عن فكرتنا وشرح مبسط بطريقه كل الناس تقدر تفهمه. جائحة كورونا أذيت كل الناس، أذيت كل الدول، ولكن يمكن لبنان متضرر أكثر من غيره لأنه عنا أكثر من مجال ضعيف للأسف. يعني لما بنكون عم نواجه مشكلة هالقد كبيرة، مشكلة رح تأذي الشعب، مشكلة بتخلينا ما نقدر نلتقى وجه بوجه مع الناس، ما نقدر نشتغل بشكل طبيعي، هون كتير أساسي يكون في دعم من الدولة. كتير أساسي أنه بوضع جائحة كورونا بلبنان يكون في دعم كبير لمجال الاتصالات، ويكون في دعم للشعب من مجال الاتصالات كمان. يعني مش معقولة الكونكشن تكون ضعيفة بوقت يلي كل شغلنا مبني على الكونكشن من هلأ وبالرايح على الانترنت. بيكون الواحد على سبيل المثال عامل ميتينج بلاقي حاله صار برا، وهيك يرجع يقدر يلحق الميتينج هيك يوصل باخره. خليني اعطي على سبيل المثال اصدقاء لإلي بمجال التعليم، اساتذه بيكونوا عم يعملوا اجتماع تقرروا كيف بدهم يمشوا بالبروجرام اونلاين، بيكونوا عم ينسقوا الاساتذه مع بعضهم، واذا بتلاقي حالها المعلمه صارت برا بتضطر ترجع تشوف كيف بدها تضبط وضعها لترجع تفوت وتنضم للاساتذه زملائها، بتوصل باخر الاجتماع بيصير في ضياع. يعني هون ضاع الاحتراف بالشغل، ضاع كل شيء. لما في ضعف بمجال الاتصالات بهيك ظروف كل شيء بضيع وبيفقد قيمته. هلا هيدي الفكرة حبيت اطرحها على استاذ عماد كريدية مدير عام اوجيرو، وقال لي استاذ عماد انه هن عندهم كاش سيرفرز وهن مستعدين يغطوا كل لبنان بالكاش سيرفرز اللي هن دجا اصلا عاملينها، وعندهم يهون وعندهم القدرة انهم يستوعبوا كونتنت المدارس او الجامعات اذا طلب منهم، وحتى رح يعملوها فور فري بلا ما يتكلف لا المدرسة ولا الجامعة انهم يدفعوا مصاري زيادة تيكونوا. طب ليش المدارس
ما بيعملوها. رح نسأل السؤال للمدارس، بس قبل ما نوصل لبارتية المدارس على لينكد ان كتب لي كومنت استاذ بشارة رحال من قبل شركة بي ام بي، وقالنا انه هن عملوا نفس البروجي بالعراق. قمنا اتصلنا بشركة بي ام بي واخذنا منهم شوية تفاصيل شو عملوا هن بالعراق. هلا بالعراق شوي مختلفة عن لبنان. من بعد ما حكينا مع استاذ ميشيل عطلة خبرنا انه بالعراق في كذا شركة اي اس بي ما عندهم خط كابل بحري واحد جاي على لبنان مثل الكابل الإيماوي، عندهم كذا أبلينك، دونك كل اي اس بي بتطلع لحالها على الانترنت. وخبرنا كمان انه وزارة التربية العراقية قررت تعمل ابليكيشن هي على حسابها، وهي عاملة هيدا الاب. بهيدا الابليكيشن التلاميذ يلي بفوق عددهم 1.7 مليون شخص بيفوتوا على هيدا الابليكيشن، بيعملوا اوتنتيفيكيشن عليها، ومن بعدها زي اكسس الفيديوز تبعهم. كان عندهم مشكلة انه عندهم ترافيك بقيمة 50 ل 100 جيجا بت بير سكند، هودي بدهم ينحطوا على السيرفر. وهيدي المشكلة منا بس سرعة، بس هيدي المشكلة كمان وين بدنا نسيفهم لهودي الداتا، وقد ايه بده يحمل السيرفر تيحمل كل هيدي الضغط. سو اللي اقترحته شركة بي ام بي بدولة العراق قالوا انه اللي رح نعمله رح نعمل اوتنتيفيكاسيون على سيرفر واحد، وبما انه هن اي دبليو اس بارتنر اللي عملوه انه حملوا فيديو ستريمينج through the CDN. بس هيدا المشكلة حلت لهم اياها بالعراق. ليه؟ لانه هنا عندهم كذا مطرح بيفلوا منه على الانترنت، وما كان في مشكلة انه يصرفوا انترنت زيادة من برات العراق. ما في مشكلة بتطلع من الانترنت برات العراق. منه نفس الكا عنا بلبنان. نحن عنا بلبنان الحل اللي اقترحناه بيزبط. ليش؟ لانه اوجيرو هي اذا بدكم الباب الوحيد اللي بيطلعنا كنا على الانترنت. يعني كل شركات الانترنت الخاصة اخذة من اوجيرو تتقدر من اوجيرو تطلع على الانترنت. التعليم اونلاين هو عنده سيئات انا بنظري اكتر من حسنات. سيئاته هو انه الولد بس يقعد يدرس بقوته. هيدا غلط. مفروض الولد يهيئ محل يدرس فيه غير غرفته، لأنه بغرفته بحس هاي لقاله هو مسيطر عليها، في ضيع وقت، في ما يتعاطى مع الدرس بطريقة جدية، في يلعب، في يأكل. لازم الولد يتاخد من محل لمحل، يعني يعمل كوردن مثلا بالصالون يقعد يدرس فيه، هيك مثلا بينقل الصبح بده يقوم عنده درس، بينقل من اوضته اللي هاي لقاله هو مسيطر عليها لأوضة تانية هيدي بس للدرس مقصصة للدرس. تاني شيء الدرس اونلاين ما بتحسه، ما بينحق، ما يعني الواحد ما بحس انه في ديسيبلين، في ملاحقة، في كنترول مثل ما بيصير بالمدرسة. بالمدرسة في ديسبلين بالصف، في استاذ، في وهرة، في سيرفيانت بتلاحقه، في إدارة بتتابعه، في مراجعة بتكون للفحوصات بطريقة جدية أكتر. أونلاين الاستاذ بيشرح الدرس بفترة معينة، بده يخلص بسرعة، المشاركة بتبقى قليلة كتير مع الاستاذ، بتحسوا أنه عم بيسلقوها سلق لأنه بخافوا ما يصير مشكلة وتنقطع الكونكشن. وهيك هيدا كله بيرجع كمان لجدية الولد، قديش الولد هو جدي بالاستفادة من هالموضوع أحسن ما يروح سنة عليه وبروغرام عليه. قدي الولد جدي، الولد ساعتها بيقدر يقسم وقته، هيدا وقت الدرس، هيدا وقت أنا هلأ لازم أعطي فيه، لازم استفيد منه لأن عندي فرصة. وهيك بيستفيد منه الولد وبيعبي كل وقته بالدرس وبيعمل فروضه بعد الظهر بطريقة جدية أكتر. نرجع لمشكلتنا الأساسية، بدنا كونتنت تنحطهم عند أوجيرو تيسرع الـ e-learning، لأنه نحن ببساطة منا قدرانين نعلي الـ capacity إذا بدكم أو السرعة أو نكبر البوابة يلي بنطلع من خلالها على الإنترنت لبرات لبنان، ومنا بحاجة نعلي كل هالموضوع. ليش؟ لأنه إذا عندنا كونتنت منحل كل المشكلة. كرمال هيك توصلنا مع عدد من المدارس وحبوا إنه ما ينذكر أساميهم أو ينذكروا مين إن الأشخاص اللي حكيونا من قبلهم. كثير من المدارس خبرونا إنه منن
عارفينين كيف بدهم يبلشوا الاي ليرنينج، ما عندهم الخبرات تيقدروا يقلعوا بالموضوع، وحتى ما بيعرفوا كيف بدهم يصوروا فيديو، او اذا حطوا الفيديو كيف بدهم يعملوا الجرافيكس، يعني ضايعين وما بيعرفوا حتى وين يروحوا ومين بده يساعدهم بالموضوع. هلا نحن بنعرف انه الدوله اللبنانيه امكانياتها على قدها، يمكن ما في عندها حتى امكانيات تقدر تساعد هودي المدارس ان كان الرسميه او الخاصه، بس بنعرف انه القطاع الخاص ناشط بهذا المجال، واكيد في كثير اشخاص مستعدين يساعدوا المدارس. بس كمان في مشكله، المشكله موجوده عند بعض من الاساتذه يلي كمان تواصلنا معهم، انه اذا انا شرحت هذا الكورس ما هو ذاته عم ينعاد سنة اللي بعده واللي بعده واللي بعده، يعني انا اذا صورت الفيديو اليوم بتصير شغلتي رد بس على الاسئله، ما لقينا حل الاستاذ وما عرفنا شو بدنا نجاوب عن هذا الموضوع، يمكن الكورسز يعني ما بيتغيروا بالحياه، ايه بيبقى بس الفيديو، وهون يمكن كذا استاذ بيكون عنده هيدا الفيديوز، يمكن في الا للمدرسه انا بدي ربح على عدد المشاهدين، هون ما بنعرف كيف بدنا نحل هذا الموضوع. خليني احكي عن الاولاد، عن التلاميذ، الاولاد الصغار يلي بنظرهم شو يعني انه عم ناخد كرات نحن اونلاين، هي دجا الفكرة صعبة انه يقدروا يستوعبوها، وصعبة يستوعبوا الدرس عبرها، فبيكون الواحد كتير لازم ينتبه على اولاده انه يقلوا نجمدوا ركزوا انتبهوا، هيدا صف، هيدا كأنك بالمدرسة، هيدا الاستاذ يلي قبالك انه عم يشرح لك انت وقاعد بصفك، تقدر تخلي الولد يستوعب الموضوع وتحتى يبلش ياخده بجدية، وفجأة الكونكشن تروح وهو بده بوش يعني تيروح بالفوضى. ف اذا منكفي على هيدا الطريق، على هيدا الطريق للاسف رح نخسر كتير، رح نخسر كتير من النقط القوة اللي كان عنده اياها لبنان. يعني لبنان انا ركزت على جهة التعليم لانه لبنان عنده مستوى عالي بالتعليم، وبهالفترة اذا كان مجال اتصالات ضعيف وما قدر يساعدنا بهيدا المرحلة رح نخسر كتير من مستوى التعليم تبعنا، وبالتالي الجيل الجديد رح يخسر كتير، رح يطلع هو السنة سنتين رح يطلعوا من حياته ضعاف. نرجع لمشكلتنا الأساسية، بدنا كونتوني ينحط، دونك المدرسة عندها هيجس ما بتعرف كيف بدها تعملون، حتى عدد من الجامعات خبرونا انه بلشين على هيدي الفكرة بس كتير طويلة، وفي جرافيكس وفي قصص بتاخد كتير وقت، في كمان عدد من الاساتذة معارض هيدا الموضوع، في عدد من الاساتذة موافق، وفي عدد من الاساتذة خايف انه يصير شغلته وعملته بس يجاوب على اسئلة، وفي تلاميذ عم بيقولوا انه انا ما بحب احضر فيديو، انا عبالي شوف الاستاذ واكتب، بس بزمن الكورونا منه قادر يشوف الاستاذ، بفضل عدد من التلاميذ انه يكون عم بيتابع الاستاذ اونلاين ويكون عم بيكتب حتى لو عم بتعلق الانترنت. في عدد من التلاميذ بقول لا خلينا انا احضر الفيديو باخد نوت، واذا عندي شي سؤال بسال الاساتذه. جايز ضايع الخبريه شوي، يعني المشكله اذا بدكم انتقلنا من تقنيه لانه الحل موجود لقصه انه شو بنعمل، يعني هل الاستاذ بيقبل، هل المدرسه، هل الجامعه، هل التلميذ، دونك هون شوي بده يتغير كونسبت التعليم يلي ربينا عليه من احنا وصغار. درس اونلاين اكيد ما بيعوض الدرس بالصف، انا تلميذه جامعه وبعرف اكيد احسن لنا نحن نكون قاعدين بالصف عم نحكي مع الاستاذ وعم نتجاوب معه وعم بيصير في انتراكشنز بالصف، خاصة إذا كان عنا بروجيات، وأكيد هذا الشيء أحسن للأستاذ، أكيد أحسن من ما يكون عم يسجل هو يعطي الصف بلا ما يكون في حدا عم بيتجاوب معه، أكيد أحسن لنا لأنه كرمال السوشيال لايف تبعنا بس نروح على الكمبيوتر نجي نحكي مع عالم ونشوفهم ونشوف عالم نتعرف عالم أحسن ما نكون قاعدين بالبيت، بس بهيك وضع خاصة مع الكورونا ما فينا نقعد بالبيت وما نتعلم، فبذات الوقت لازم يصير في من الاثنين، يعني نروح على الكامبوس ونكون قاعدين بالبيت نتقسم جروبات حسب الصف ويزيدوا كاباسيتي الصف، يقدر الاستاذ يعطي اكثر من كذا صف كرمال كلنا يكون عنا نروح، وبذات الوقت نكون عم ننتبه على حالنا بهالوضع. بالختام برجع بذكركم انه عطول لكل مشكلة في إلنا حل، وخاصة في كتير اوقات الحلول التقنية ما بتكلف كتير مصاري، المشكلة انه الدولة اللبنانية منا موجودة، وزارة التربية ما عندها امكانيات انها تتصرف، ويمكن وزارة التربية ما تشجع شوي التعلم عن بعد، بس الاهم انه نعرف انه المدارس الخاصة قادرة at some point انها تصور وفيها تكون موجودة، علينا انه ناخد حل بيرضي الاساتذة
الأجهزة المدارس الجامعات والتلاميذ تنقدر نستمر نتعلم عن بعد بزمن الكورونا وبظل الأزمة الاقتصادية. تخيلوا معي فيكم تتعلموا أنتوا ببيتكم باختصاص بالجامعة خلال فيديوهات مسجلة بإنترنت سريعة وقدرانين ما تكونوا عم تصرفوا من الديلي ليمت تبعكم. وبآخر هيدا الريبورتاج جايز بشكركم على المتابعة وبطلب منكم أنكم تعملوا لايك وسبسكرايب للتشانل.